سمع دوي 3 انفجارات في مناطق متفرقة من السويداء خلال الساعات الماضية، كان آخرها قرب صالة 7 نيسان جراء إلقاء قنابل يدوية من قبل مجهولين. بحسب شبكة السويداء 24 أن هذه الأصوات تتكرر بشكل شبه يومي في المدينة وتستهدف أحيانا مراكز أمنية، وفي بعض الحالات تكون من دون هدف محدد، أي لإحداث صوت لا أكثر، حيث لا تسجل في معظم الحالات أضرار من جراء هذه الانفجارات، مرجحة أن يكون الهدف منها هو لترهيب أبناء المحافظة. هذا وتعيش محافظة السويداء حالة غليان شعبي ترجم على شكل مظاهرات سلمية طالبت بإسقاط النظام وتحسين الخدمات المعيشية وضبط الفلتان الأمني وانتشار المخدرات في المحافظة. وينضم إلينا عبر الهاتف حمزة المختار، صحفي معنا من السويداء. أهلا بك معنا في هذه الحلقة. بداية سيد حمزة، ما طبيعة تلك الانفجارات وأين تركزت؟ مساء الخير. غالبا ما تكون يعني أصوات الانفجارات ناجمة عن قنابل صوتية، بالمجمل كانت دائما نجمع قنابل صوتية تتركز دائما بالمدينة، يعني بغالب الأحيان بمحيط الأمن العسكري، بدوار الملعب، يعني بأكثر من منطقة ولكن ضمن المدينة، يعني بعيدا عن الريف. نعم. طيب، يعني هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها هذه الانفجارات، أم يعني حصل قبل ذلك وأن سمعتم أصوات انفجارات؟ نعم، تقريبا او اذا يعني اذا ما بدنا نبالغ بشكل يومي تتكرر هذه الانفجارات دائما، يعني تكون بدون تسجيل اصابات او تسجيل حتى اضرار ماديه بالمكان اللي عم يعني اللي عم تنزت فيه هاي. سيد حمزه، الصوت يتقطع لو سمحت. من وراء هاي القنابل الصوتيه؟ نعم، الان اسمعك جيدا، تفضل سيد حمزه. سبب هذه الانفجارات يرجح ان يكون يعني ناجم عن او المسؤول عن هذه الانفجارات هو تقريبا النظام، يعني الاحداث البلبله بمحافظه السويداء كده بشكل مستمر، لانه هذه الانفجارات ما تسجل اي اصابات وما عم تسجل اي يعني بشكل يستهدف استقرار الامان بالمحافظه، خاصه بعد يعني الثوره اللي عملها ابناء السويداء ضد عصابات الخطف والعصابات الارهابيه اللي كان عم يدعمها النظام واجهزته الامنيه. نعم. يعني حضرتك للتوضيح اكثر تحدثت عن ان هذه الانفجارات تتكرر بشكل شبه يومي، الاسباب وراء ذلك بشكل شبه يومي هي نفس السبب، يعني تتكرر لاثاره البلبله بين الاهالي وانتشار الفوضى ايضا؟ بالتاكيد، يعني لانه هي يعني ما في اي هدف لهي القنابل، ما في اي يعني استهداف واضح لاي منشاه او لاي شيء يخص بشكل عشوائي، نعتبر انه اهل السويداء يستهدفون بشكل عشوائي تماما، فهذا الامر يعني قد يعطي انه النظام بحاجه لاستمرار الفلتان الامني واستمرار زعزعه الوضع بمحافظه السويداء بالذات. طبعا يعني في لها اسباب عده، من اسبابها استمرار تهريب المخدرات، لانه لا يمكن ان تكون مدينه امنه ويكون فيها مخدرات، تهريب مخدرات وترويج مخدرات، فهذا انا برايي واحد من الاسباب الذي يعني يبقي النظام على هذه المنطقه او هذه المحافظه دائما بشكل عشوائي، بشكل في إرهاب، بشكل غير مستقر بالمرة. طيب، ابقى معنا سيد حمزة. أشارت شركة محروقات السويداء إلى أن أكثر من 54 ألف أسرة في المحافظة لم تحصل على حصتها من المازوت التدفئة هذا العام، كما أكدت شهادات أن التأخير بتوزيع مازوت التدفئة دفعهم لشراء المادة من السوق السوداء بسعر 1,700,000 ليرة للبرميل الواحد، بالإضافة إلى شراء أعداد منهم الحطب بسعر أكثر من 1,000,000 ليرة للطن الواحد، متسائلين عن كيفية توفير المازوت في الطرقات العامة وأيضا بكميات كبيرة وعدم توفره في حال توزيعه على البطاقة الذكية، في حين زعم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء مهنا
أن نسبة توزيع مازوت التدفئة على العائلات وصلت حتى الآن إلى 59%، مدعياً أن أسباب عدم توزيعها شح كميات المازوت الموردة للمحافظة، إذ إن طلبات المازوت الواردة يوميا لا تتجاوز 7 طلبات، وهي لقطاعات النقل والصحة والمياه والزراعة والتدفئة، وذلك على حد قوله. سيد حمزة، في حال يعني تم تقديم شكوى بعدم وصول مازوت التدفئة لأكثر من 50,000 عائلة، ما هي ردود النظام؟ نعم، يعني لا يستطيع النظام فعل أي شيء أنا برأيي في حال ورود شكاوي، ولا يعني النظام غير قادر اليوم على تأمين المازوت وتأمين أي سلع أو أي حاجيات للمواطنين. ولكن يعني أبناء محافظة السويداء يعني يفعلون ما يستطيعون بالنزول للشوارع والمطالبة بشكل حضاري وسلمي بحقوقهم المشروعة، يعني من تدفئة، من طعام، من رواتب، من حياة كريمة المواطن. فيعني لا 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 يمكن القول ان النظام يعني في حال ورود شكاوي سوف يحسن من ادائه بالنسبه للمواطنين. يعني لا يمكن النظام فعل شيء انا برايي، لانه لا يوجد بين يديه مفاتيح في هذا الموضوع. يعني الشكاوى من دون جدول، ليس هنالك ردود لها. طيب، آلية نشر المازوت في السوق السوداء، كيف تتم آلية نشر المازوت؟ يا سيدتي، تجار السوق السوداء هم مدعومون بشكل مباشر من الأفرع الأمنية. يعني لا يوجد تاجر في السوداء يتاجر بالسوق السوداء سواء بالبنزين أو بالمازوت إلا ويكون مسنود على رؤوس، في خلينا نقول، أو على ضباط كبار في الأجهزة الأمنية، هم من يدعمون هؤلاء التجار. المصادر المازوت لهؤلاء التجار عم تكون إما من أحيانا من قطاعات الجيش، يعني اللي بتجيها توريدات بنزين ومازوت بشكل كبير، فنفسهم هم الاصحاب او العاملين او المسؤولين عن هذه القطاعات هم اللي عم يبيعوا المازوت الحر لهي التجار. الامر الثاني، ارتفاع سعر المازوت بشكل جنوني بالسوق السوداء عم يخلي المواطنين اصحاب الاليات او اصحاب المشاريع الصغيره اللي بتعطيهم حكومه النظام مازوت على هاي المشاريع، عم تخليهم يبيعوا هاي المخصصات بالسوق السوداء بسبب ارتفاع اسعارها. نعم. طيب، في ظل حرمان الأهالي من مواد التدفئة الآن، وفي ظل كل ما يحدث مع هذا البرد، كيف يتدبر السكان من أمرهم؟ يعني والله مع الأسف اليوم السكان في محافظة السويداء، ويعني وبسبب طبيعة المنطقة الجبلية القاسية جدا بفصل الشتاء، الاعتماد الكبير اليوم يعني كان الاعتماد السنة الماضية أو اللي قبلها على الحطب، كان الحطب أرخص شوي، مع الأسف اليوم وصل طن الحطب لـ1,700,000. صار في شيء جديد اللي هو تفل الزيتون أو ما شابه، أيضا ارتفع سعره من لما يقارب الـ1,650,000. فيعني التدفئة على البلاستيك، على احيانا على الالبس القديمه، احيانا عم بيكون على المخلفات الطبيعيه للبشر، عم بيكون على مخلفات الحيوانات، عفوا مخلفات طبيعيه للبشر يعني البلاستيك وما شابه، على مخلفات الحيوانات اللي هي بيقولوا لها الكسح، يعني عاد اهل السويداء لما قبل 100 سنه من بسبب طبعا نقص التوريدات او نقص ماده المازوت للتدفئه. يعني مع الاسف نصف ابناء السويداء يعتمدون على البطانيات طيب، سنكمل النقاش سيد حمزة، لكن دعني أن أفيد بهذا الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل، حيث توصل مجلس الأمن الدولي إلى تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا بالإجماع لمدة 6 أشهر. وسنوافيكم بتفاصيل هذا الخبر في نشراتنا اللاحقة وبرامجنا الإخبارية.
أنهت وزارة العدل في حكومة النظام عقود 100 موظف وموظفة في القصر العدلي في محافظة السويداء بشكل تعسفي ومن دون توضيح للأسباب. على خلفية ذلك دعا عدد من الموظفين المفصولين الأهالي إلى النزول للشارع رفضا لما جرى. هذا وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بينهم محامون وزير العدل في حكومة النظام بسؤاله عن كيفية اتخاذ مثل هذا القرار وسط تأزم الظروف المعيشية والاقتصادية وبحجة نقص الميزانية، في حين أن راتب الموظف لا يكفيه حاليا حتى أجرة مواصلات، لافتين إلى أن القصر العدلي يعتمد على مصادر مخالفة للقانون لزيادة الميزانية تكفي وحدها لدفع رواتب موظفي القصر بكامله وأكثر. مجددا أعود إليك سيد حمزة، ما هي دوافع النظام لإقالة 100 موظف؟ بحسب ما ذكر بعض الموظفين المقالين او اللي وقعت عليهم العقوبه، هن ذكروا انه سبب الاقاله هو نزول بعض او الموظفين اللي وقعت عليهم العقوبه الى الشارع مع المعتصمين اللي عم ينزلوا كل يوم اثنين لاستكمال الحراك اللي بداوه من منذ حوالي الشهر. كانت هي احدى الاسباب او هذا السبب الغير معلن واللي تم تسريبه من قصر العدل، طبعا لانه معروف بمناطق سيطرة النظام أنه هكذا عقوبات أو هكذا قوانين تصدر مباشرة من الأفرع الأمنية وبالأخص من فرع الأمن العسكري، هو المسؤول بشكل مباشر عن إصدار هذه العقوبات. الأمر الثاني والأهم هو فعلا يعني وصل الحال بالنظام إلى عجزه وعدم قدرته عن دفع رواتب للموظفين، يعني على ما يبدو أن النظام بدأ يعني يقلص من أعداد الموظفين في الدوائر الحكومية يعني للاستمرار في دفع الرواتب، ويعني وهذا الامر اعتقد انه حتى الموظفين في القصر العدلي هم يعني ليسوا على لا يوجد ما يفعلونه اساسا في القصر العدلي، لانه متروكي محافظه السويداء متروكي الى الفوضى بشكل. وهذه الاحداث ربما هي التي حركت الشارع ايضا في السويداء مجددا. تماما طبعا بالتاكيد، هي يعني موضوع الحراك في محافظه السويداء يعني له كثير ابعاد، من احد ابعاده هي القضيه، لانه بالاساس ان الموظفين كانوا مشاركين في هذا الاعتصام. يعني مع الاسف النظام ما بدا يلعب على هذه الاوتار اللي هو حرمان الموظفين او فصل الموظفين. نفهم بان النظام فصل الموظفين، فصلهم يعني الذين شاركوا بالاعتصام، يعني تم الأمر ليس بشكل عشوائي انتقامي. لا لا أبدا، لا طبعا بالتأكيد هذا الأمر انتقامي بحسب ما ذكر. يعني الأشخاص أو موظفين الذين تم فصلهم ذكروا أنه تم تسريبهم من القصر العدلي، سبب الفصل هو المشاركة في الاعتصامات. وكنت أقول لك أنه هذا الأمر قديم جديد، يعني من سنوات والنظام يعني يمتهن هذه الخطة عندما ينزل أحد. يعني قد يمتد هذا الأمر إلى مديريات أخرى مثل الزراعة وأيضا الكهرباء، أليس كذلك؟ بالتأكيد، يعني لا شيء يمنع النظام. لا شيء يمنع النظام من استعمال هذا اسلوب الضغط هذا لاخافه المواطنين، لانه اليوم الموظف يعني لا يملك اي شيء سوى هذا الراتب، فاذا تم الضغط عليه بهذا الراتب يعني من الممكن ان يتراجع عن مواقفه يعني ليستطيع العيش على اقل تقدير. نعم، اشكرك جزيلا على كل هذه الايضاحات حمزه المختار، صحفي كنت معنا من السويداء، شكرا جزيلا لك.